هذه هي قلعة الوداد. إن كنت ودادي اشترك في القناة وفعل زر الجرس لنستمر إن شاء الله بتقديم الجديد. الوداد يجهز عرض خاص لضم محمد أوناجم. أشارت تقارير صحفية مغربية أن فريق الوداد الرياضي يجهز عرض رسمي لنادي الزمالك المصري من أجل انضمام محمد أوناجم لصفوف فريق الوداد الرياضي بصورة نهائية. وكان فريق الوداد الرياضي قد أعلن منذ فترة رغبته في ضم محمد أوناجم، لكن اختلف مع الزمالك في المقابل المادي، وفي الأخير رحل اللاعب بصفة الإعارة وليس البيع النهائي. ويصارع فريق الوداد الرياضي فريقي نهضة بركان والرجاء الرياضي من أجل الحصول على خدمات أوناجم بداية من الموسم الرياضي المقبل. إلى هنا نصل إلى نهاية الفيديو. في الأخير ادعموني لتجاوز أول 1000 مشترك في قناتي الجديدة لتقديم الأخبار المغربية. شكرا لكم مسبقا، أحبكم، إلى اللقاء.